مساء الخير واهلا بيكم مع نجم جديد من نجوم الدرجه الثالثه سينما في سينما الابيض والاسود. النهارده احنا مع نجم قديم شويه، يعني بدا مع منتصف الثلاثينات بدايات السينما المصريه وحتى نهايه الخمسينيات. نجمنا اشتهر بخفه دمه ورغم بدانته اللي كانت واضحه في اثناء ادائه للأفلام اللي عملها. نجمنا هو الفنان علاء عبد العال. لو تفتكروه يمكن احنا نفتكره أكتر مع أفلام علي الكسار وبعض الأفلام اللي عملها بعد كده في السينما. بالفعل كانت بدايته وبداية شهرته مع فرقة علي الكسار المسرحية. هو بالمناسبة مواليد القاهرة 16 يونيو عام 1910 في حي باب اللو. أبوه كان تاجر كبير عنده مجموعة محلات أشهرها محل أسماك كبير جدا في عمارة ستراند الشهيرة اللي في حي باب اللو بالقاهرة. ورغم حبه للفن الفنان علاء عبد العال اشتغل مع والده في مهنة محل الأسماك أو في محل الأسماك لغاية لما مات. اتولد لأب مصري وأم أرمانية، طبيعة المجتمع في هذه الفترة كانت تسمح بالزواج من الأجنبيات بشكل كبير. الفنان علاء عبد العال مثل 53 فيلم للسينما رغم عمره القصير. كان أولها فيلم غفير الدرك سنة 36، لكن البداية الحقيقية من بعد انتقاله من مسرح علي الكسار إلى السينما مع علي الكسار برضو كان فيلم نور سنة 1944، وكان بطولة علي الكسار وإبراهيم حمودة وليلى فوزي وإسماعيل ياسين ومحمود المليجي وزوزو نبيل. شهرته في المسرح خلت إن هو دايما اسمه يجي بعد أبطال الأفلام في السينما، وخاصة بقى في فيلم نور اسمه جه قبل محمود المليجي وقبل زوزو نبيل، وكان اسمه بنفس حجم اسم اسماعيل ياسين. اشتهر بعد فيلم نور بعد كده، واصبح بالفعل الفنان علي الكسار بيجيبه في كل الافلام بتاعته، وكان هو بالفعل زي ما بيقولوا ايقونة الحظ لعلي الكسار او الفنان علي الكسار طبعا. ومثل معاه معظم أو كل أفلامه وخاصة الأفلام المشهور منها زي سلفني 3 جنيه، عثمان وعلي، ألف ليلة وليلة، علي بابا، والأربعين حرامي. إلى الدرجة أنه كان هو البطل اللي بيجذب الجمهور إلى السينما في هذه الأفلام، وعلشان كده كان اسمه دايما في الأفلام دي تحديدا كان بيجي بعد في التترات بعد اسم علي الكسار مباشرة. وارتبط الفنان علي عبد العال بالفنان علي الكسار حتى بدايات الخمسينات. هو ما ارتبطش فقط بالفنان علي الكسار، انما برضه حقق نجاح مع ممثلين اخرين زي نجيب الريحاني اللي مثل معاه فيلم احمر شفاف وسي عمر. لو نفتكر المشهد الشهير اللي هو في المحل اللي كان بيشتري منه وعايز يسرقه نجيب الريحاني مع عبد الفتاح الاسري. ومثل طبعا مع الفنان فريد الاطرش العديد من الافلام زي بلبل افندي ولحن الخلود وانت حبيبي وشاطئ الحب اللي هو اخر فيلم مثله في حياته سنه 60. ومثل برضه بعد كده مع اسماعيل ياسين في سلسله افلام اسماعيل ياسين في البوليس واسماعيل ياسين في البوليس الحربي. زي ما قلنا كان اخر فيلم للفنان علي عبد العال هو فيلم شاطئ الحب مع فريد الأطرش وسميرة أحمد. هو من ضمن الفنانين القلائل جدا أو القليلين قوي اللي استمر يمتهنوا مهنة أخرى، يعني إلى جانب الفن كان هو اللي بيدير بعد وفاة والده هو اللي يدير محل الأسماك الشهير في
باب اللو في عمارة استراند، لأنه كان دايما بيقول إن الفن ما بأكلش عيش، مش ممكن الواحد يعتمد على الفن لوحده، عشان كده فضل لآخر عمره بيشتغل في محل الأسماك بتاع والده. له موقف شهير جدا مع الزعيم جمال عبد الناصر. الفنان علي عبد العال كان يتميز بوطنية مفرطة جدا، وكان يحب وطنه جدا. في معركة السد العالي وبناء السد العالي كان له موقف شهير جدا أثر في الشعب المصري كله، بل وفي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عندما تبرع الفنان علي عبد العال سنة 1950 بكل ثروته وكل ممتلكاته ومحلاته من أجل بناء السد العالي. ولهذا الموقف كان له شديد الأثر في نفس جمال عبد الناصر، اللي أصر أنه يستقبله ويحتفل به في مكتبه مع قادة الثورة والوزراء والحكومة في ذلك الوقت، واحتضنه الزعيم جمال عبد الناصر وبكى في حضنه وقال له: زي ما كنت بتضحك الناس أبكيتني بوطنيتك بسبب تبرعك. وبالفعل أصبح يعني في باقي أيامه صديق للزعيم جمال عبد الناصر. لم يمهله القدر كثيرا، توفى في 18 يونيو عام 1961 عن عمر 51 سنة فقط. ويعني نعاه الرئيس عبد الناصر وأقام له جنازة رسمية، صار في جنازته تكريما له وعلى موقفه الوطني. مشى في جنازته العديد من قادة الثورة والحكومة، وعلى رأسهم كان المشير عبد الحكيم عامر، كان وزير الدفاع وقتها. رحم الله فنانا الجميل على فنه وخفة دمه وكوميديته، ورحم الله أيضا على مواقفه الوطنية. الحلقة القادمة مع نجمة ونجمة جديدة من نجوم الدرجة الثالثة في سينما الأبيض والأسود. كان معكم عادل السلموني.